بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستنا ني حتون ملسن حجون إن قد سلنا ينازلنا كاب كتاب فتاوى أركان الإسلام والإيمان زبل شيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. شيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه كم زبل حتو تحتيتم، كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ كم يجرنا إذن كل التحديث كنرد أن خيل تا حديث إيمان شدشت إزبل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره تبلن، وقول النبي عليه الصلاة والسلام تا قال أي تحديث دماني أب رواية البخاري ومسلم زلا دماني الإيمان بضع وسبعون شعبة. إيمان لعلي سبعة زخون كفلتات قال وزبل إذن كل تحديث بخمي كنرد أن خليبل. الجواب ملسنايزي الإيمان الذي هو العقيدة، إيمان كنبل كلنا عقيدة مالتي أمنت مالتي، أصوله ستة مسرتاتو تهاني تقولو زلو شدشتي، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. اتن اب حديث جبريل تذكرن زلوا مالتيو جبريل حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام بزعبا إيمان مستحاتتو الإيمان لهم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره زولو، اب حديث المتفق عليه. إذن شدشت تتقيسنا اللواء. أما الإيمان الذي يشمل الأعمال، إيمان كنبل كلنا كل سرحات التقاليل زلوغن وأنواعها كمدمان كفلتات حزو دولون وأجناسها عينتات حزو دولون، فهو بضع وسبعون شعبة، سبعة لعلي سبعة زخون كفلتات زلو. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، لنزيد ماني ربنا عز وجل نتصلات قدامه تكبر إن كلا انتايلو سميوا القرآن الكريم إيماني لوا مالتيو. ولذلك في قوله تعالى بسورة البقرة مبل 143 ربنا عز وجل انتايلو وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بزعبازئة مفسرين انتايلهم رحمهم الله إيمانكم كبل كلسني يعني صلاتكم مالتيو تاسلاتكم مالتيو صلاتكم إلى بيت المقدس تاسلاتكم ناب بيت المقدس دي نبرت مالتيو، لأن الصحابة رضي الله عنهم مغنيات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى المسجد الأقصى. مغنيات قدمي ناب كعبة قبلة مخانو بقدميو ناب بيت الأقصى مسجد الأقصى إيسا قدس لازنبارو مالتيو بمبال نزاحت توزيئة ملسوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.